يلا واحد جوج ثلاثة برافو. شكرا. اليوم كان حفل بافتتاح ديال هاد المرافق الصحية اللي كانت كتشكل واحد مشكل كبير بالنسبة لمؤسسة أولاد عباس، والحمد لله دابا كنشكر الله عز وجل على هاد المرافق هذه. احنا كنتواجدوا دابا في مدرسة أولاد عباس في لا بروفانس ديال برشيد، بعد ما تم الحمد لله إنجاح مشروع تهيئة مرافق صحية لهذه المدرسة. هذه المرافق الصحية غتستفد منها ما يزيد على 180 تلميذ وتلميذة. هذه المرافق الصحية كانت كتشكل واحد العبء كبير على التلاميذ ديال المؤسسة، والحمد لله يعني كان كيكون واحد الهدر مدرسي، ولكن الحمد لله حاليا كنتمناو من الله عز وجل يعني الوليدات يعني لقاو فيني يعني فين يقضيو الحاجه ديالهم الى اخره. مدارس التعليميه اللي كتوجد في المناطق النائيه كتضم مجموعه من التلميذات والتلاميذ اللي كيكون بعض المرات مع الاسف بين الاسباب ديال هذا المدرسي هو كتكون هذه المرافق الصحيه اما ما متواجداش واما كتكون الحاله ديالها في حاله غير 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 مقبوله، مما يؤدي بعض المرات لانهم التلميذات مثلا كيضطروا انهم ما يجوش للمدرسه. اذا هذا اساسا بين الاسباب ديال اننا درجنا في جدول الاعمال ديالنا وفي الانشطه ديال اكوستونس ماروك مثل هذه الانشطه. هذه المرافق اللي كانت قديمه يعني كانت كتشكل واحد المشكل بالنسبه للتلامذ، وهذه المرافق الجديده ان شاء الله غادي تكون افضل وتكون يعني تكون مزيانه للوليدات. وشكرا. كنتمنى هذا الشيء انه يتعمم لا بالنسبه لهذا الاصلاح ديال المدارس ولا بالنسبه لهذا لي سانيتير لهاد المرافق الصحيه اللي راه كتحد راه عندها ما نحقروهاش، لان راه عندها واحد الوقع كبير عند التلاميذ وحتى عند الاساتذه لان هي الاصل. هذا المشروع ماشي هو بوحدو اللي درناه، دابا حنايا مثلا في هذه المنطقه ما بين البروفانس ديال برشيد والاقليم ديال لا ريجيون ديال كازا سطات نزلنا تقريبا ربعه ديال غير ما بين 2020 وهاد السنة أربعة ديال المدارس اللي استفدت من هاد المرافق الصحية، وعندنا في إطار الاشتغال ثلاثة المدارس أخرى في مناطق أخرى في المملكة في مولاي بوعزة وفي قنيطرة اللي هي كتشبه تقريبا هاد المرافق الصحية.